أعلنت وزارة الخارجية الصينية سلسلة من إجراءات وقف التعاون مع الولايات المتحدة رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لجزيرة تايوان، وشملت الإجراءات وقف التعاون مع واشنطن في إعادة المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة المخدرات، وإلغاء اجتماع عمل مع وزارة الدفاع الأمريكية في إطار آلية ضمان الأمن البحري. استدعى البيت الأبيض السفير الصيني في واشنطن تشين جينغ وأبلغه بإدانة واشنطن تحركات بكين المتصاعدة ضد تايوان، وأكد له أن الولايات المتحدة لا تريد أزمة في المنطقة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن واشنطن تشجب الأعمال العسكرية لجمهورية الصين الشعبية والتي تعتبر غير مسؤولة وتتعارض مع هدف الولايات المتحدة المتمثل في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف 4 مواقع قيادة تابعة للجيش الأوكراني وكذلك مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 182 منطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إنه تم تحديد 150 عسكريا ومدفعين أمريكيين و350 قذيفة لراجمات الصواريخ جراد. اتهم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بوضع عقبات مفتعلة أمام تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا بحجم 8 مليار يورو، وقال زيلينسكي إنه لا يجوز أن يصبح المتقاعدون الأوكرانيون والنازحون وغيرهم من الأشخاص المعتمدين على الحكومة الأوكرانية رهينة للتردد والبيروقراطية الأوروبية، مضيفا أن أوروبا ترتكب جريمة وخطأ في حق الشعب الأوكراني. تراجعت أسعار النفط لتمحو وجميع مكاسبها المبكرة مسجلة أدى مستوياتها منذ ما قبل أزمة أوكرانيا في فبراير، مع تزايد المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي هذا العام مما قد يضعف الطلب على الطاقة بشدة. وسجلت العقود الأجلة لخام برنت 94 دولارا و26 سنتا للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 دولارا و60 سنتا للبرميل.